هذا البرنامج برعاية بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله معنا في رحلة جديدة من رحلات برنامجكم كل يوم سيارة. في مستهل هذه الحلقة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك ويتقبل منا الثلث الأول من رمضان، وأن يبلغنا وإياكم ما تبقى من هذا الشهر الكريم. أعزائي المشاهدين، دائما وأبدا أسعد باتصالاتكم من خلال الأرقام التي تظهر تباعا خلال بث هذه الحلقة، وأقول دائما فالكم بإذن الله تعالى الفوز بوحدة من جوائزنا اللي نقدمها في برنامج كل يوم سيارة، أو كذلك من الفوز من خلال الهاشتاج، هاشتاج البرنامج، هاشتاج كل يوم سيارة. كل يوم نطرح سؤال وكل يوم عندنا فائز. بالإضافة دائما وأبدا أذكر بأن هناك جائزة لأكثر مغرد أو مغردة عبر هاشتاج البرنامج خلال شهر رمضان الكريم، وراح تكون بإذن الله تعالى لهم غرفة نوم بالإضافة إلى دخول أعلى 10 للسحب على السيارة النهائية. خلونا أبدأ معكم وأذكركم بسؤال الأمس، سؤال الأمس اللي كان عبر هاشتاج البرنامج كل يوم سيارة. نشوف السؤال مع بعض. سؤالنا هو: العالم مكتشف ظاهرة الانعكاس الضوئي. كان عندنا ثلاث خيارات والإجابة الصحيحة هي كانت ابن الهيثم. كانت الإجابة الصحيحة ابن الهيثم. خلونا نشوف ونتعرف من هو الفائز معانا. إذن كما تشاهدون أعزائي المشاهدين، هذا الحساب للأخت الفائزة معنا في سؤال الأمس، ونقول لها ألف مبروك، وخلونا نشوف شنو هي جائزتها. إذن ألف مبروك، ودائما وأبدا أذكر عند الإجابة على سؤال الهاشتاج لابد من ذكر الهاشتاج، وأيضا لابد من كتابته بالطريقة الصحيحة كما يظهر على الشاشة دائما. سؤالنا من اليوم اللي يمديكم تجاوبون عليه من الآن حتى الساعة 9 من يوم غد بإذن الله تعالى. يقول السؤال، خلونا نشوف السؤال معكم مع بعض. يقول السؤال: جيمس وات مهندس اسكتلندي عرف باختراع فريد، فما هو؟ في ثلاث خيارات: هل هي المضخة الهوائية أو الساعة اليدوية أو المكيف الهوائي. كل التوفيق لكل الأخوة والأخوات اللي يشاركون معانا عبر الهاشتاج. يا جماعة لا تبعدون، فاصل وبعدها نبدأ بإذن الله تعالى. بسم الله وعلى بركة الله، ونبدأ بالمحور الأول وآخذ أول اتصال وأقول السلام عليكم. يا عبد الرحمن.
عليكم السلام. أهلا وسهلا. يلا أخي عبد الرحمن أول متصل وإن شاء الله تكون فالك السيارة بإذن الله. يلا الله يجزاك خير، عسى ربي يكتب لك التوفيق. يلا نشوف سؤالك، نشوف سؤالك أخي الكريم في محور الابتكارات. ويقول السؤال، نشوف مكتشف كروية الأرض عندك ثلاث خيارات، هل هو ماركوس ولا لويس ولا ماجلان؟ وعندك 30 ثانية. مكتشف كروية الأرض. الثالث ماجلان. ماجلان جرم جلان. يلا نثبت. ثبت. يلا ثبتوا له يا جماعة. ثبتوا. يا ريان سلام عليكم. يا ريان. ايوه. يلا يا ريان جاهز معنا للسؤال؟ جاهز. يلا بسم الله ونشوف سؤال اخونا الكريم ريان، وان شاء الله تكون واحدة من الاسئلة السهلة. طلعوا لنا سؤال اخونا ريان في مجال الابتكارات ونقول لك نشوف السؤال. يقول السؤال يا ريان، اول من وضع النقاط على الاحرف العربية، ترى يفترض انك تعرف الاجابة على طول. ابو الاسود الدؤلي. يا سلام ثبتوا له يا جماعة. يلا ثبتوا له، ما راح نطول مع ريان. واتصال جديد واقول السلام عليكم يا نورة. ايوه. يلا يا نورة. ايوه. ايوه يا نورة جاهزة تفوزين معانا ان شاء الله. يلا بإذن الله تعالى ونشوف سؤال أختنا الكريمة نورة في مجال الابتكارات ونقول لك يا نورة ما شاء الله تبارك الله، ألف مبروك يا نورة، شعار دار اليوم، ألف مبروك، ألف مبروك أختي الكريمة. وأيضا اتصال جديد وأقول سلام عليكم يا لولوة. نعم. كيف حالك يا لولوة؟ أهلا. يلا يا لولو إن شاء الله تتوفقين بإجابة صحيحة. إلى الآن كل اللي معانا كانت إجاباتهم صحيحة إن شاء الله. يلا بسم الله طلعونا. يلا خلونا نشوف سؤال أختنا الكريمة ما شاء الله تبارك الله، ألف مبروك، ألف مبروك، شعار شركة السيف للتوكيلات التجارية، جزاهم الله خير وبيض الله وجيههم وما قصروا. واتصال جديد وأقول سلام عليكم، مين معاي؟ يا مصلح، يا مصلح، وين مصلح؟ الله يصلحك يا رب. مصلح. يلا ناخذ غير مصلح. يا لجين. لجين. هلا. اهلا وسهلا اختي الكريمه. هلا. اهلا وسهلا. يلا يا لجين انت معانا على الهواء، جاهزه تاخذين سؤالك في محور الابتكارات؟ اي جاهزه. يلا يلا بسم الله ونشوف سؤال اختنا الكريمه في مجال الابتكارات. وسؤالنا المرة هذه مرتبط بالمايكروفون، ها نبي نسألك من هو مخترع المايكروفون؟ في عندك ثلاث خيارات، هل هو ديفيد هوجز ولا فرويد ولا ديزل؟ ها ساعدني شوي. يلا أعطيني خيار، يعني فرويد ما ظنيته ولا اللي بعده، فش رايك؟ ها يلا ناخذ مين؟ ناخذ اول واحد. اول واحد. يلا ثبتوا لها، ثبتوا لها ديفيد، ثبتوا لها تستاهل. يلا يا واتصال جديد واقول السلام عليكم يا منيره بعدت عنا. يا منيره خلونا نشوف غير منيره، شكل منيره ما هي موجوده ويانا. يلا ناخذ أميرة، سلام عليكم يا أميرة. يعني منيرة وأميرة حول بعض. أميرة كمان، أميرة ما هي موجودة. طيب ناخذ غيرها. يا كمال، يا كمال، يا أخ كمال، أخونا كمال من مدريد، الأخوان في الكنترول يسمعونك يا كمال. طيب حاول مرة ثانية معلش. ناخذ حامد، سلام عليكم يا حامد. عليكم السلام. أهلا وسهلا يا حامد.
الله يسلمك حبيبي. حامد ترى لفينا لفة طويلة هاي لما جيناك، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. إن شاء الله. يلا يا رب. خلينا نشوف سؤالك أخوي الكريم في مجال الابتكارات. إن شاء الله. يلا نشوف السؤال. يقول السؤال يا والله سؤالنا سهل لك، سؤالنا لك سهل وجاوبناه قبل شوي. يقول السؤال: العالم مكتشف ظاهرة الانعكاس الضوئي من هو؟ ترى أنا قلتها بداية الحلقة. رقم واحد. مين؟ ابن زهر؟ ابن زهر؟ والله براحتك، ترى أنا جاوبت، والله جاوبته في أول الحلقة. والله ما شفت أنا البرنامج من بدري. طيب ها مين معنا غير؟ هو كان ابن سينا. والله الأمر راجع لك، قول لي شثبت وبثبت. ها طيب آخر كلام، آخر كلام. ابن الهيثم. آخر كلام ابن الهيثم قال يا جماعة. راح الوقت، معلش تأخرت علينا، نبغى أسرع شوي يا جماعة، يعني أسرع شوي، ساعدونا عشان أنا أقدر أساعدكم. طبعا الإجابة كما ذكرتها في بداية الحلقة هو ابن الهيثم، الإجابة الصحيحة ابن الهيثم. معليش أخي حامد جرب مرة ثانية، إن شاء الله بإذن الله تعالى تتوفق بإجابة صحيحة. يا نورة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا أختي الكريمة، إن شاء الله نبي إجابة صحيحة بإذن الله. بإذن الله تعالى تتوفقين وتكون إجابتك موفقة. وخلونا نشوف سؤال أختنا الكريمة في مجال الابتكارات. ما شاء الله، ألف مبروك، ألف مبروك، ظهر لك شعار غصن البان أحد رعاة البرنامج. خليك معانا، يمكن تكون واحدة من جوائزنا من نصيبك بإذن الله تعالى. واتصال جديد. طبعا قبل ما أخذ الاتصال هذا يا جماعة خلوني أذكركم حاجة في قضية الهاشتاج. لما تكلمنا عن الأكثر مغردين أو العشرة أكثر أو أعلى عشر مغردين، المواقع قاعدة حقيقة يعني في تنافس كبير بين المغردين. إن شاء الله أن تكون في فرصة بإذن الله تعالى نحاول نستعرض بعض الحسابات اللي موجودة. يا منيرة السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا أختي الكريمة. يا منيرة يلا يلا يا منيرة، إن شاء الله معلوماتك جاهزة حول الابتكارات. طيب يلا خلونا نشوف سؤال أختنا الكريمة في مجال الابتكارات. وألف مبروك، ألف مبروك يا منيرة، ظهر لك شعار شركة الجبر، رعاة أحد رعاة هذا البرنامج، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عظيم الجزاء. واتصال جديد، وأقول السلام عليكم يا هبة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا هبة. نعم. يلا جاهزة تاخذين واحدة من جوائزنا؟ هبة. وعليكم السلام. هبة قصري على صوت التلفزيون وخليكي من اللي حواليك واسمعيني. أيوة. يلا طلعونا السؤال، طلعونا السؤال الهبة في مجال الابتكارات وإن شاء الله تتوفق بإجابة صحيحة. يقول السؤال يا هبة: من هو مكتشف البوصلة؟ هل هم الصينيون ولا الفراعنة ولا اليونانيون؟ البوصلة، ها بسرعة، ناس واجد كثيرين، هم أعدادهم كثيرة، ثلاثة أعدادهم كثيرة. خلاص اختارت هي اليونانيون، نشوف الإجابة. اختارت اليونانيون ونشوف الإجابة. معلش معلش أختي الكريمة، الإجابة الصحيحة هي الصينيون، الصينيون. يا مرام، يا مرام. نعم. السلام عليكم يا مرام. وعليكم السلام. الأخت اللي قبل شوي يعني كانت إجابتها ما هي بصحيحة، إن شاء الله تتوفقين أنت بإجابة صحيحة إن شاء الله. يلا طلعونا سؤال أختنا الكريمة مرام في مجال الابتكارات. وألف مبروك، ألف مبروك، شعار شركة أرامكو السعودية الراعي الرئيسي لبرنامج كل يوم سيارة. يعني أتمنى أنا، والله أنا أتمنى حقيقة من الكل أنه يكون سريع معانا دائما ويعطينا إجاباته بصورة أسرع شوي. خلوني يا جماعة قبل ما نطلع الفاصل هذا أذكركم بسؤالنا عبر هاشتاق البرنامج كل يوم سيارة. سؤالنا يقول: جيمس وات مهندس اسكتلندي عرف باختراع فريد، فما هو؟ هل هو المضخة الهوائية، الساعة اليدوية،
أو المكيف الهوائي. لا تبعدون، فاصل قصير ثم نواصل. أرامكو السعودية. سوق بذوق تزود وارتجي خيرا. غصن البان، عصرية وارتقاء. شركة السيف للتوكيلات التجارية، إبداع تتوارثه الأجيال. جريدة اليوم. تزود خير ما يجنى. تزود. اسفين يا جماعه، اسفين والله. سوق بذو. لمسات حرفية ترسم بجودة واتقان، وتجسدها احدث ما توصلت اليه التقنية في صناعة الاثاث، لتضع امامك كل ما يرتقي باختياراتك من حلول عصرية وكلاسيكية، لتقتني اجود انواع الاثاث المشغول بمنتهى الاناقة وبارقى التصاميم. غصن البان، عصرية وارتقاء. عندما كنت صغيرة كان عالمي مساحات كبيرة للأماني والأحلام، ثم عرفت أن الزمان يذهب ويأتي زمان، ثم أصبحت أحكي وأحكي عن أمان قديمة، عن ملامح لا تندثر، عن سيوف لا تنكسر. شركة السيف للتوكيلات التجارية، إبداع تتوارثه الأجيال. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. الفشل الكلوي معاناة. أرسل رسالة بالرقم 1 إلى 50 60 للتبرع ب12 ريالا شهريا. السلام عليكم حبيبنا، بغيت العرض اللي عندكم ب1200 تزيد الاشتراك. اي نعم، هدية. بيض الله وجهك. يعطيك العافية حبيبنا. شكرا شكرا. تعال تعال تعال، عندي لك هدية لخويك خالد. كذا جدد اشتراكك لمدة 2 عامين واحصل على 2 شهر إضافيين، واهد من تحب اشتراك المجد وجهاز استقبال مع 3 أشهر. وهذه أحلى هدية بمناسبة نجاحك يا خالد. صدق أبو يزيد إن هذه أحسن هدية جت ولدي خالد. يستاهل يستاهل. ولي أنا بعد. بعد. وأنتم مش تنتظرون؟ يلا روحوا جدد اشتراككم وتهادوا وتحب. العرض متوفر لدى موزعي المجد، والاستفسار 011-225-7777. تزود. حياكم الله مرة أخرى، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل. أذكر كل من يتابعنا بأنه يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام التي تظهر تباعا خلال بث هذه الحلقة، وكذلك يمكنكم التواصل معنا عبر هاشتاج البرنامج. كل يوم سيارة
أذكر هناك جائزة يومية عبارة عن طقم أواني بالإضافة إلى جائزة غرفة نوم لأكثر مغرد أو مغردة والدخول على السحب بالسيارة في الحلقة الأخيرة. ناخذ الاتصال. سلام عليكم يا فوزية. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا أختي الكريمة. أهلا وسهلا. كيف نسبة التفاعل عندك الليلة؟ والله 50% إن شاء الله تكون 100%. وخلونا نبدأ مع فوزية بأول سؤال في محورنا الجديد. يلا خلونا نشوف محورنا مع أخ. ما شاء الله تبارك الله، بداية خير يا فوزية، ألف مبروك، بداية خير. ظهر لك شعار شركة الجبر، خليك معنا يمكن تكون أحد سياراتهم من نصيبك. واتصال جديد، وأقول سلام عليكم يا حصة. السلام عليكم. أهلا وسهلا يا حصة، حياك الله. أهلا وسهلا، إن شاء الله يكون لك من جوائزنا حصة. آمين آمين يا رب العالمين. خلونا نشوف سؤال أختنا الكريمة حصة في محورنا الجديد، ونشوف سؤالنا في محورنا الجديد. كيف معلوماتك؟ كيف معلوماتك في جانب المرور على السائق؟ حنا سألتنا عن المرور الآن وعن السلامة على السائق. أن يربط حزام الأمان متى؟ قبل الانطلاق ولا بعد التحرك ولا إذا صار الحادث؟ ما يدينها سهلة. قبل الانطلاق. قبل الانطلاق أكيد. أنت تربطين الحزام؟ أكيد إن شاء الله. طيب جزاك الله خير، يلا ثبتوا له، يلا ثبتوها تستاهل. واتصال جديد، وأقول سلام عليكم يا أريج. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أريج. نعم. يلا يا أريج، سؤالنا لك في محور السلامة وتحديدا السلامة المرورية. طلعونا سؤال أختنا الكريمة أريج في محور السلامة. يلا سؤالنا يا أريج، كيف معلوماتك وكيفك مع الحزام؟ يلا. يجب استعمال حزام الأمان وين؟ عندك ثلاث خيارات، خارج المدينة ولا داخل المدينة ولا داخلها وخارجها؟ رقم ثلاثة، داخلها وخارجها. رقم ثلاثة. ثبتوا الأريج، يلا ثبتوا له. واتصال جديد، سلام عليكم يا عبدو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أخوي الكريم، جاهز لمحورنا محور السلامة؟ إن شاء الله. يلا بسم الله وعلى بركة الله، ونشوف سؤالك في محور السلامة لأخونا عبدو. يلا ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك يا عبدو. يلا واخذ ايضا اتصال جديد، واقول سلام عليكم يا بندر. بندر. هلا والله. اهلا وسهلا، كيف حالك يا أهلا. بندر طيب والله، زين. عسى امورك طيبه. زين والله بخير. يلا يا بندر، ان شاء الله يكون لك من جوائزنا نصيب لهذه الليله. آمين والله. آمين يا رب العالمين. خلونا نشوف سؤال بندر في محور السلامه. يقول السؤال يا بندر، يلا يلا، إن القيادة تحت تأثير الأدوية المنومة أو المهدئة للأعصاب هي قيادة ممتعة آمنة خطرة؟ يعني خاصة الأدوية اللي تجيب النعاس. ها؟ أبيك مساعدة. أي مساعدة؟ ما يحتاج. خطرة. خطرة. خطرة ما يبغى لها مساعدة هذه يا بندر. ثبتوا له يا جماعة. يلا ثبتوا له. ما يبي لها مساعدة. يلا. واتصال جديد، وأقول سلام عليكم يا نورة. يا نورة وينك يا نورة؟ نورة شكل نورة ما تبي جوائزنا ولا ما تبي سؤالنا. يلا أعطونا غير نورة. يا ميمونة، ميمونة معانا؟ أخت ميمونة أيضا. ميمونة انقطع معاها الخط، حاولي معنا مرة ثانية يا ميمونة. ناخذ صلاح. سلام عليكم يا صلاح. صلاح معاي؟ طيب أيضا صلاح، أيضا صلاح. هذه احنا نعتذر حقيقة، هذه كلها اتصالات خارجية من خارج المملكة، يبدو أن في هناك مشكلة من نفس المصدر. نقول لكم حاولوا معنا مرة ثانية وإن شاء الله أنكم تتوفقون معنا. يا معاذ، أخوي معاذ.
الو هلا. اهلا وسهلا، كيفك يا معاذ؟ الحمد لله طيب. يلا يا معاذ خلينا نشوف سؤالك في مجال السلامه يا معاذ. يلا هي معك. يلا معانا معاذ، خلونا نشوف سؤال اخونا معاذ في مجال السلامه. والف مبروك يا معاذ. الف مبروك. واتصال جديد واخذه واقول السلام عليكم يا صباح. يا صباح انت معانا على الهواء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يلا يا اخت صباح. يلا جاهزه معانا، طلعوا لنا سؤال اختنا الكريمه في مجال السلامه المروريه وان شاء الله تتوفق اختنا باجابه صحيحه. يقول السؤال يا صباح، عندما يهم السائق بقيادة مركبة مختلفة عن مركبته فيجب عليه أن يتعرف على وسائل التحكم فيها متى؟ قبل قيادتها ولا بعد قيادتها ولا أثناء قيادتها؟ قبل قيادتها. قبل قيادة، إذا كانت السيارة جديدة قبلها. ثبتوا لها يا جماعة. ايوه. ثبتوا لها. واتصال جديد واقول سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخت نوره. نعم. يلا ان شاء الله تتوفقين باجابه صحيحه. ان شاء الله. يلا باذن الله تعالى في محور السلامه المروريه، خلونا نشوف سؤال اختنا الكريمه نوره. يلا. الف مبروك. الف مبروك يا نوره. ظهر لك شعار دار اليوم. احد رعاة هذا البرنامج جزاهم الله خير. ايضا اتصال جديد واقول السلام عليكم يا ساره. اهلين، وعليكم السلام. اهلا وسهلا، ان شاء الله ايضا نعطيك الخبر السار اليوم يا ساره. يلا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. خلونا نشوف سؤال اختنا ساره في مجال السلامه المروريه، مع ان اسئله يعني حاولي تسالين اللي جنبك اذا ما كنت تعرفين الاجابه. يقول لك انه وحدي ولا دكتور شيء بالسلامه المروريه. طيب يلا ما عليه. يقول لك ان مهمه الريداتر في المركبه هو تحويل المياه المحرك الى بخار ولا تبريد المحرك ولا هي تقنية مياه المساحات؟ هذا الراديتر يعبونه دائما عشان الحرارة شنو تنزل. ايه عشان تبرد السيارة. عشان تبرد السيارة. عشان ايش؟ الموية. اي خيار. ها الموية. ال- 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 لا ما هي بالمساحات، عشان تبرد ايش؟ عشان المحرك سيارة. ايه تقولك عشان تبرد المحرك. ثبتوا لها رقم اثنين، عشان تبرد السيارة. هذه طبعا من النقاط المهمة اللي دائما لابد ان يعني ننتبه لها، قضية المياه في الراديتر خاصة في فترة الصيف. يا جماعة خلونا ناخذ صفية. السلام عليكم يا صفية. صفية. ايوه معك. يلا يا صفية واحنا معاكي بعد، جاهزة؟ ايوه معك. يلا طلعوا لنا سؤال اختنا الكريمة في مجال السلامة المرورية وان شاء الله تكون اجابتها صحيحة. الف مبروك. الف مبروك يا صفية. اذا صفية كانت اخر متصلة معانا في محور السلامة المرورية. محاورنا ما انتهت، لا تبعدون، فاصل وبعدها نواصل. حياكم الله أعزائي المشاهدين. نتنقل بين محاورنا، بين المعرفة والسلامة والطاقة والابتكارات، وأخذ اتصال جديد وأقول السلام عليكم. مين معانا؟ مين معاي؟ ألو. أيوة يا نورة. أهلا. أهلا وسهلا أختي الكريمة. جاهزة الأول سؤال في محورنا الآن يا نورة؟ أيوة. يلا طلعونا أول سؤال لأختنا الكريمة اللي إن شاء الله تتوفق معانا بإجابة صحيحة في محورنا الجديد. ويقول السؤال،
ابتدأ الفن العربي الإسلامي في أي عهد؟ هل هو الأمويين ولا العباسيين ولا الفاطميين؟ طبعا احنا في محور المعرفة. الأمويين ثبتولها يا جماعة، ما راح نطول على نورة وعشان ناخذ أكبر عدد من الاتصالات. المبروك، ألف مبروك، واتصال جديد، وأقول السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا، مين معاي؟ فوزية؟ فوزية من يلا يا أخت فوزية، إن شاء الله تتوفقين معانا. فوزية، سؤالنا في محور المعرفة، جاهزة؟ إن شاء الله. يلا بسم الله، طلعونا سؤال أختنا الكريمة فوزية في مجال المعرفة، نشوف سؤالك. يقول السؤال أيضا هو مرتبط بالفن الإسلامي، يقول السؤال: من آثار الفن الإسلامي في العمارة أو في العمارة وجود قبة الصخرة جامع مكة جامع الطائف، يعني يعتبر هو أيضا تحفة. قبة الصخرة، نثبت ونشوف الإجابة هل هي صحيحة ولا خاطئة. واتصال جديد، وأقول السلام عليكم يا عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي عبد العزيز. الله يحييك ويبقيك. بارك الله فيك. يلا أخي عبد العزيز، أيضا نشوف سؤالك في محور المعرفة، وإن شاء الله تتوفق معانا بإجابة صحيحة. قول آمين بإذن الله. بإذن الله تعالى. طلعونا سؤال أخونا الكريم عبد العزيز، ألف مبروك ما شاء الله تبارك الله، ألف مبروك يا عبد العزيز. ظهر لك شعار غصن البان لصناعة الأثاث. واتصال جديد، وأقول السلام عليكم يا فاطمة. يا فاطمة. هلا. أهلا وسهلا، يلا يا فاطمة جاهزة معانا؟ أيوة. يلا احنا في محور المعرفة يا فاطمة. أيوة. يلا خلينا نشوف سؤالك في معلوماتك المعرفية كيف موجودة يا فاطمة؟ إن شاء الله تمام. إن شاء الله أنها جيدة. يلا طلعوا لنا سؤال أختنا الكريمة فاطمة في مجال المعرفة، يقول السؤال، إن شاء الله أنه يكون من الأسئلة السهلة لك: كم عدد ألوان قوس قزح؟ هل هي 7 ولا 5 ولا 6؟ 7. 7 ألوان. نثبت ونشوف، نثبت ونشوف. واتصال جديد، وأقول السلام عليكم يا الجوهرة. السلام عليكم. أهلا وسهلا يا الجوهرة. مرحبا. الجوهرة كيف معلوماتك في مجال المعرفة؟ يا الجوهرة قصرين على صوت التلفزيون واسمعيني عبر سماعة الهاتف لو تفضل. إن شاء الله قصرت عليك. يلا يعطيك العافية. خلونا نشوف سؤال أختنا الكريمة مباشرة الجوهرة في مجال المعرفة. ما شاء الله تبارك الله. ألف مبروك. ألف مبروك أختي الكريمة، ظهر لك شعار شركة السيف. واتصال جديد، وأقول السلام عليكم يا دانية. نعم نعم. يلا يا دانية، إن شاء الله تكون واحدة من جوائزنا قريبة منك. دانية. نعم نعم. يلا يا دانية، راح نطلع لك سؤالنا في محور المعرفة، وقصري لي على صوت التلفزيون بس الله لهينك. نعم. يلا طلعوا لنا السؤال يا شباب. يلا يقول السؤال يا دانيا، كيفك مع الرسم والفن؟ طيب يلا نشوف السؤال: كم سنة استغرق دافنشي في رسم لوحة الموناليزا؟ هل هو استغرق 4 سنين ولا 2 ولا 10 سنوات؟ لوحة الموناليزا واحدة من أشهر اللوحات على مستوى العالم. 4 سنين. نثبت، ثبتوا، يلا ثبتوا ونشوف. هذه 4 سنوات، يعني حقيقة وقت طويل اللي استغرق حتى يرسم هذه اللوحة. واتصال جديد، وأقول السلام عليكم يا عبد المجيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا أخوي الكريم، إن شاء الله أيضا تتوفق معنا بإجابة صحيحة في محور المعرفة. إن شاء الله بإذن الله تعالى يا عبد المجيد. يلا خلونا نشوف سؤال أخونا الكريم في مجال المعرفة.
ألف مبروك، ألف مبروك، ظهر لك شعار دار اليوم، ألف مبروك، ما شاء الله تبارك الله. كل الشكر، كل الشكر والتقدير لرعاة برنامج كل يوم سيارة. يلا واتصال جديد وأقول السلام عليكم. يا هيا أخت هيا، وينك يا هيا؟ وعليكم السلام. وينك يا هيا؟ نخليك ونروح. نعم هيا تسمعيني؟ اي اسمعك اسمعك. يلا يا هيا خلينا نشوف سؤالك في مجال المعرفة وان شاء الله تتوفقين بإجابة صحيحة. ان شاء الله. يلا ان شاء الله بإذن الله تعالى. يقول السؤال، كيف معلوماتك المعرفية بس ان شاء الله تكون يعني جيدة. يقول السؤال إن شاء الله، يقول السؤال، تعتبر أكبر الكواكب الأرضية في النظام الشمسي، هل هي الأرض ولا القمر ولا النجوم؟ أكبر الكواكب الأرضية، أرض أرضية، أرض أرضية، الأرض. الأرض نثبت؟ إيه إن شاء الله. يلا ثبتوا لها يا جماعة، ثبتوا لها يا جماعة. أخت وسمة سلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا أختي الكريمة، يلا إن شاء الله أيضا تتوفقين معنا بإجابة صحيحة، قولي آمين. آمين. آمين يا رب العالمين. يلا خلونا نشوف سؤال أختنا الكريمة في مجال المعرفة ونقول لك ما شاء الله تبارك الله، ألف مبروك، ألف مبروك أختي الكريمة، ألف مبروك. يا حنان، يا حنان وينك يا حنان؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو تأخرت شوي كنا بنروح ونخليك يا حنان. يلا طلعونا، يلا طلعونا سؤال حنان في مجال المعرفة، نشوف سؤال أختنا الكريمة في مجال المعرفة ونقول لك يا حنان ما شاء الله تبارك الله، ألف مبروك. إذن ألف مبروك أخت حنان، الله يعطيك العافية. يا جماعة حنا نبي ناخذ فاصل قصير، من خلال الفاصل هذا أيضا نبغاكم تتعرفون على أعلى 10 مغردين حتى الآن. هذه طبعا ليست اللي هي النتيجة النهائية لكن حتى الآن خلونا نشوفها. أعزائي المشاهدين، كما شاهدتم من خلال الحسابات، أسماء الحسابات اللي ظهرت لكم قبل قليل، هذه حتى قبل بداية البرنامج كانت أعلى حسابات، وراح نشوفها أيضا على الهواء. ما زالت الفرصة متاحة حقيقة للكل أن يغرد أكثر، هذه الحسابات والتغريدات اللي غردوا فيها فرصة متاحة للجميع أن يغرد حول المعرفة، حول السلامة، حول الابتكارات، حول الطاقة، وإن شاء الله بإذن الله تعالى الأكثر مغرد راح يفوز معانا بجائزة عبارة عن غرفة نوم، وكذلك العشرة أيضا سيدخلون معانا بالسحب النهائي على السيارة في الختامية بالحلقة الختامية. خلونا نشوف الآن مين اللي بيفوزون معانا بجوائزنا، وأبدأ كما هو المعتاد بالسحب على الجائزة الأولى. بسم الله، دائما أذكر أن الفرصة متاحة للجميع للتغريد، غردوا عن المعرفة. بسم الله.
يلا ناخذ الاسم الاول. إذن الفائزة معنا بالجائزة الأولى أقول ألف مبروك للأخت مرام الجهني من ينبع، ألف مبروك، وهي جائزة عبارة عن أواني فاخرة. إذن ألف مبروك للأخت مرام. الآن نبدأ السحب على الجائزة الثانية وهي عبارة عن غرفة نوم. بسم الله. إذن أيضا فائزة معنا بغرفة نوم أقول ألف مبروك للأخت سارة الحميدي من الرياض، ألف مبروك. إذن ألف مبروك للأخت سارة. نجي الآن للسحب على السيارة، نبي نشوف من اللي بياخذ سيارتنا. أذكركم بالتغريد عبر هاشتاق البرنامج، كل يوم سيارة. كانت الأول وحدة كانت مس سوير، صدرت يمكن 4 أيام ثم تنازلت عن مقعدها وأخذتها أخت دانا، فهي فرصة دعوة للجميع حقيقة للمشاركة والتغريد ونشر المعرفة. بسم الله. ونحن نحرك ونخلط دائما. شكرنا لرعاة البرنامج جزاهم الله خير. بسم الله. ناخذ واحدة من يعني نقول ألف مبروك، ألف مبروك. يعني أمس كان جميع الفائزين من الرجال من الذكور، أما اليوم فأقول ألف مبروك بسيارة اليوم للأخت حنان الشهراني، ألف مبروك. إذن ألف مبروك للأخت حنان الشهراني السيارة، ومبروك للأخت سارة الحميدي غرفة النوم، والأخت مرام الجهني طاقم نسائي فاز معنا بجوائز اليوم. الله يعطيهم خيرها ويكفيهم شرها، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلها عون لهم جميعا على الطاعة. وذكركم كل من يتابعنا بالمشاركة عبر هاشتاق البرنامج، كل يوم سيارة، الفرصة ما زالت متاحة للجميع للدخول والفوز بجوائزنا. جوائزنا ما زالت بانتظاركم. يتجدد اللقاء غدا، إلى ذلك الملتقى طابت ليلتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.